لكن صفحة ماجيكانو عملت مشهد ولقطة أنا بعتبرها لازم تكون لقطة معنوية بالنسبة لنا الفترة القادمة، وهو صورة دوري أبطال إفريقيا وقالت عليها أنا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك على البال. طبعا يا سيدي يعني أغنية وعزف جميل جدا وانت بتتكلم على الأميرة الإفريقية، لذلك أنا هأكد على هذا العنوان بجملة أتمنى جمهور النادي الأهلي يشتغل عليها الفترة الجاية، لأن أنا واثق إن هي هتشعل حماس اللعيبة والجهاز الفني خلال الفترة الجاية. والسوشيال ميديا ليها دور رئيسي جدا وفيه اهتمام كبير جدا من اللاعبين والأجهزة الفنية وكل الفرق الرياضية، دايما بتبقى موجودة على السوشيال ميديا. فرسالتنا وعنواننا اللي ممكن نأكده على هذا سلوجان اللي حطيته صفحة الماجيكانو، الأميرة السمراء في انتظار الملك المتوج على عرش القارة الإفريقية، هانت بإذن الله إن شاء الله.